بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. نتمنى اللي تيشوف هذا الفيديو يكون بخير وعلى خير وبصحة جيدة. تنشكر المتابعين على الدعم ديالهم، تنشكرهم بزاف على التعليقات الإيجابية، تنشكرهم يا ربي يعاونهم ويعطيهم سؤلهم في كل الأمور بحق محمد وآل محمد. اللهم يا مسخر الرياح سخر لهم، سخر المتابعين والمتابعات كل الأمور ديالهم لأنهم يستحقوا كل خير إن شاء الله بحول الله. غادي نهضروا على المال وطاقة المال وكيفاش نجلب المال وكيفاش نكون إن شاء الله بطاقة ربانية نجلب الخيرات ويكون عندي مال وفير دائما وما نحتاج للتحد وما ندق على التحد، ندق على باب الكريم، ندق على باب الخير هو باب الرحيم بالقرآن الكريم وبطاقة إيجابية. إذا أحبابي قبل ما نبدأ بقوا معايا في هذا الفيديو لأنه مفيد، غادي نعطيك كاع الأسرار وغادي نعطيك كاع الآيات اللي غادي تفتح لك جميع الأبواب، بابك مفتوح ولكن لتوقيف الحال. كاينين بعض الناس كاين السحر المرشوش تيوقف لهم الحال في المال في كل الامور حتى في العلاقات الزوجيه في العلاقات الاسريه. اذا الناس معرضين الى العين، معرضين الى السحر، معرضين الى التابعه في المال. الناس اللي تيخرجوا اي محل او سوق تيخرجوا المحفظه فيها مال ولكن تيرجعوا بدون مال، تيمشي هذاك المال ما تيشتريو به حتى حاجه، دائما عندهم تتفاجئوا علاش خسروا هذاك المال ولكن ما شروا به حتى حاجه. اذا المال اللي تيطير بدون سبب تتكون التابعه. اول حاجه نهضروا على التابعه لان بزاف الناس عندهم مشاكل ديال التابعه في المال. اذا كان عندك التابعه في المال، الكيس ديال المال اللي تتحطي فيه المال، الكيس اللي تتحطي فيه المال دائما تكون عندك قطعه ملحه صخريه، دائما عندي ملحة صخرية دائما وسط المال قليل من السنوج. ولكن قبل ما ندير هاد الكيس ديال المال نخيطه، ناخد ثوب أبيض ولا أخضر ولا بني ولا أحمر، تاخدوا كيس ديال المال على حسب الألوان ديال الطاقة الإيجابية. غناخد قطعة ديال الملحة أو قطعة شبة، قطعة شبة. اذا تنوريكم اسرار باش نتوما تاخذوا من هذا الفيديو جميع الاسرار، ولكن اسرار المال كيف اجلب المال الى حقيبتي والى كيس المال اللي تنهز منه المصروف البيت والوفرة. دائما تكون عندي الوفرة، دائما نكون عندي المال وجذب المال، ما يكونش عندي الخصاص، ما نحتاج لتا شي واحد من غير باب الرحيم باب الله، لان المال ضروري في هذه الحياه. وطاقه المال لابد طاقه المال نجذبها بطاقه ربانيه. طاقه ربانيه هو القران الكريم، القران الكريم مع سوره الواقعه كل صباح نقراها اما مره واحده واما ثلاث مرات. نقرا سوره ياسين في الليل أو نقرأها مع الفجر. سورة ياسين نقرأها على نية المال وجذب المال وتسخير الأمور في الحال في كل الأمور. إذن سورة الواقعة تتقرأ إلى دومتي عليها، ماشي نقرأها ونقطعها، خاصك تقرأها دائما وانت تدعم نفسك بطاقة ربانية، تدعم نفسك بطاقة ربانية، طاقة اللي غادي تعطيك فتح وتتحيد لك النواحي، تتحيد لك التوابع، تتحيد لك الطاقة السلبية في الحدود ديالك. الحدود ديالك تتولي متميزة لأنها عندك صورة الواقعة وصورة الكوثر تجدد الحدود، تعطيك حدود في الحياة. إذا كيفاش نجدد مالي في الحقيبة ديالي؟ دائما الحقيبة نمسحها دائما ونحيد منها الأوراق، الأوراق دائما. اما المحفظه ديالك دائما نحيد الاوراق ديال اي ورقه زائده ما عندهاش حتى معنى. غادي ان شاء الله نحط شويه الثانوج مع الملحه الطعام في منديل او قطن. دائما الحقيبه يكون فيها قليل من الثانوج وقليل من الملحه الصخريه او ملح الطعام. غادي نديرهم اما في بابي الومنيوم واما نديرهم في شويه القطن. نقرا عليهم ايه
إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. 7 مرات فقط غادي نوضعها في الحقيبة ديالي أو في المحفظة. دائما من شري محفظة جديدة غادي نحط فيها قليل من المسك وقليل من الملحة باش تحيدي التابعة ديال المال، الملحة صخرية أو ملح الطعام. غادي ناخدو الصور اللي تجلبوا الرزق، الصور اللي تجلبوا الرزق اللي عندهم طاقة إيجابية في جلب الخيرات وجلب المال. إذا الناس اللي تداوموا على صورة البقرة تتكون عندهم أنهم تطهروا دائما تجديد حياتهم من السحر والعين والتابعة، دائما تكونوا محصنين بصورة البقرة. صورة البقرة هي شفاء ودواء وطرد التابعة، دائما تكون عندك تسخير في كل الأمور. إذا بغيتي المال الوفير دائما يكون عندك ويكون عندك طاقة إيجابية في المال، صورة الأنعام، صورة سبأ، صورة الأنعام وصورة سبأ، صورة الواقعة، صورة الواقعة وضيفي لها صورة الرحمن. يوم الجمعة ناخذ صورة الرحمن وصورة الواقعة، وإما صورة الواقعة مع صورة ياسين. الناس اللي باغين الرزق الوفير في كيس المال، كيس المال دائما تيكون عندنا واحد الكيس ديال المال، نحاولوا نخيطوه بالالوان اللي قلت لكم، اما البني اما الاحمر اما الابيض اما الاخضر، دائما نحاول كل واحد المده نبدلو، ولكن نوضع معاه ايات لجلب الرزق. غادي نكتب واحد الايه، غادي نكتب ايه ونوضعها في كيس المال. دائما يكون عندي واحد الكيس اللي تنحط فيه الوفره ديال المال، منه تنصرف ومنه تنقدر انني نشيط منه المال. اذا غادي نكتب الايه في سوره نوح، الايه اللي غادي تكون عندك دائما. الوقت اللي تقطع هذيك الايه غادي تحاولي انك تحرقيها. غادي ندير واحد ورقه الغار، غادي ندير ورقه الغار، غادي نكتب فيها بسم الله، غادي نوضعها في هذاك كيس المال اللي وضعته نقي وبخرته. خاصك تبخريه اما بخور طيب واما بالمسك. من بعد غادي نقرا عليه هذه الايه 7 مرات، ايه من سوره نوح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. صدق الله العظيم. هذه الآية سبحان الله لها طاقة إيجابية لجلب المال وتخلصي ديونك ويكون عندك رزق وفير. إذا الناس اللي باغين أنهم يكون عندهم رزق وقبول في المال، غادي ناخدو قطعة شبة وغادي نوضعها دائما مع قطعة مال تكون بسيطة فيها 5 دراهم أو 5، المهم القطعة يكون ورقية أم تكون نقدية، ولكن الرقم 5 هو جلب الحظوظ، جلب الحظوظ في المال. نحاول ناخد قطعة فيها الرقم 5 وغادي ناخد معها قطعة شبة وغادي نقرأ عليها أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. هذه قبول وفي نفس الوقت جلب الخيرات. أو من كان ميتا فأحييناه، اللهم أحيي قبولي وحيي رزقي من العدم وجلب لي رزقا وفيرا يكون لعونا معينا، اللهم بحق هذه الآية. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، ورزق قبول ورزق. وغادي نضيف لها وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، اللهم اجلب لي خيرا ورزقا من كل فج عميق، اللهم ارزقني من حيث أحتسب ومن حيث لا أحتسب. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، اللهم ارزقني من حيث أحتسب ومن حيث لا أحتسب بهذه الآية الشريفة، واجلب لي رزقا من كل فج عميق.
ومن كل فج عميق، ومن كل فج عميق، وغادي تهزيها معاك مع قطعة من النقود. أو المهم الرقم خمسة، الرقم خمسة، وغادي نوضع معها هاد، غادي نوضع معها هاد القطعة ونديرها في المحفظة ديالي على نية جلب المال. جلب المال، أنا عندي قطعة هاد القطعة الرقم جوج، ولكن نتوما خدوا قطعة ديال رقم خمسة. إذا البداية تكون العدد اللي بين عدد خمسة هو اللي تيكون جذاب للمال. خدوا قطعة بسيطة فقط، المهم للرزق فقط. إذا أحبابي، تنتمنى أنكم إن شاء الله تشرفونا بلايك وتدعموا القناة وتفعلوا الجرس وتأبوناو بحول الله وقوته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.